ايوه قلبي معاها سافر وراح كحلت العين مذبلت الاشفار نبدا بهديتي من يوم ما شفتها عيني وانا عليها صفار واقفه في الباب تتكلم مع الجاره زادت المحنه على الجار جرحت قلبي بنظرتها وجرحي طويت له الاضرار دخلت وسكنت في القلب وحبها شعل لي نار خلتني نتكلم ونقول وين كان مخبي عليك نبلتها وزينيا وانت الجار والله هذا وقت المحنه اللي قلبك فيه سافر وعمل الطيار سهرتني بحبها ليالي مع الكبر باقي محتار وشوف فيها نجمة في وسط النجوم ضوي عليا بالنور الله حلوة أوي وفيها حركة جميلة نور رمتني في بحر الغرام زاد زادي الموج غرقتني الاختار ما بقيت فينا باش نوصل ليها ونحكي لها على اللي كان وصار بعثت لها بجواب وقلت لها يا عذراء لو كان نكلمك بفيل مش منهار انا راني منك قريب يا جاره ردي لي الاخبار ردت لي اخوتي بجواب وقالت لي هذا الشيء على الغراب اذا حبيتني اروح اخطبون ليك خليله اروح اخطبني الليله واقصد اهل الدار فرحت قلبي بهذا الجواب وجريت خبرت الاميمه وكملت فرحتي بين اهلي وجميع الجيران حلوة 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 طبعا كل